صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الآداب التي تكون في التعامل مع النساء القريبات من غير المحارم؟ ما هي إيش؟ يقول صلى الله عليكم: ما هي الآداب التي تكون في التعامل مع النساء القريبات من غير المحارم؟ تعامل معهن بالصلة وتعامل معهن بالمعروف، بذل المعروف نحوهن، والمناصحة لهن إذا رأيت عليهن تقصيرا، ووجوب الحجاب أيضا، لزوم الحجاب. لا تقول هذه قريبات ولا خالف، لا تشبهن، لا، تنصحن عن هذا الأمر. نعم.